بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دايما كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر ازيك؟ تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي. نورنا كابتن، الله يخليك. وتحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، كابتن علي عبد الرحمن، كابتن بيه. كابتن ناصر نور يا كابتن، الله يخليك. مبروك النادي الاهلي كابتن في البدايه على الاداء وعلى النتيجه، وهارد لك للنادي المصري. طاقم التحكيم النهارده، ودايما في البدايه بنتكلم على هل المباراه، وده تقييم اي مقيم للمباراه بيقيمها سهله او متوسطه او صعبه. فبنتكلم النهارده كابتن ايمن، النهارده مباراه صعبه نتيجه ايه؟ نتيجه الاحداث، نتيجه الحالات التحكيميه اللي كانت موجوده. فبنقيم المباراه ان هي صعبه، وبالتالي لما بيجي نقيم الحكم وطاقم التحكيم والفار على صعوبه المباراه بياخد درجه، غير لما تكون المباراه سهله. تكون المباراه سهله برضك بتبقى درجه معينه على سهوله المباراه. النهارده المباراه كانت صعبه كابتن اسامه، نتيجه الاحداث داخل منطقه الجزاء، عندنا اكتر من لعبه واكتر من قرار، عندنا هدف ملغي، كل هذه الامور بتدي صعوبه شويه للمباراه. طيب البنا، البنا كابتن اكتر الحكام لعبوا هذا الموسم النادي الاهلي، وانا هقف عند النقطه دي، نقطه مهمه جدا جدا، ادار مباراه الاهلي وسموحه مظبوط 3-2 اللي احنا خسرنا فيها. لا الدور الاولاني الاهلي كسب 4-1، لا والدور الثاني 3-2 الاهلي كسب، خسر 3-2 مظبوط. ادار مباراه البيراميدز الاهلي كسب فيها 3-0، وادار طلائع الجيش التعادل بدون اهداف. عادل. دي المباراه الخامسه اكثر الحكام لعبوا كابتن اسامه، كابتن عادل للنادي الاهلي 5 مباريات مظبوط. وده خلينا نقف نقطه مهمه كابتن بلال، هو اشمعنى البنا لعب 5 مباريات؟ ده السؤال كابتن. احنا قلنا دايما الحكم الشاطر الكويس كابتن شريف، طول ما هو ماشي كويس، طول ما عنده ثبات في المستوى، طول ما مستواه ما هو محافظ عليه، اديله مفيش مشكله. طول ما هو قادر ان هو يدي في المباراه ويهتم ويركز فيها كابتن شريف، اديله مفيش مشكله. ده كان على الفار الماتش اللي فات كمان. كان على الفار الماتش اللي فات. البنا من الحكام كابتن ايمن، انا عايز اقول بس اديله حقه وطاقم التحكيم بكامل النهارده بامانه. بيهتم بمباراه كابتن بلال، بيهتم جدا جدا بتفاصيل المباراه. عنده حاجات اخطاء، عنده النهارده اخطاء. بس الاخطاء لم تؤثر. ايجابيات المباراه بالنسبه لبنا وطاقم التحكيم اكبر بكتير جدا من الاخطاء اللي هي لم تؤثر في المباراه. عايز اقول النهارده البنا النهارده بيركز في مباراه، بينزل مركز فيها بس، مش شاغل باله باي حاجه تانية، وده مهم جدا للحكم. بيخلص مباراه بيروح بيته يشتغل على نفسه. يا ريت كل الطاقم، كل الحكام، يعني انا بقول كل الحكام تعمل الكلام دوت، هتلاقي الدنيا ماشيه بشكل كويس. النهارده كمان يعني نموذج النهارده واداء رائع ما بين الحكام المساعدين كابتن ايمن، تفاهم فوق العاده صحيح ما بين طاقم التحكيم وتقنيه الفار، وده كمان من خلال الحالات النهارده كابتن اسامه هنشوف حالات رائعه جدا جدا جدا. خلينا نروح الاول لطاقم التحكيم. محمود البنا كان على كان حكم الميدان مع واحد من افضل، او واحد يعتبر من ضمن افضل مساعدين في مصر، سمير جمال، وايضا سامي هلهل. النهارده اثنين بصراحه النهارده ادوا مباراه متميزه. احمد جمال النهارده كان الحكم الرابع، حكم الرابع ده حكم من الحكام الشباب من منطقه اسكندريه، كان على تقنيه الفار كان طارق مجدي كان موجود، وده يعني حكم دولي في الفار، وكان مع احمد صلاح الحكم المساعد كان على الفار. زي ما قلنا مش كل المباراه بتطلع سليمه من كل حاجه كابتن، في هناك بعض الاخطاء ولكن لا تؤثر في نتيجه المباراه. خلينا نروح للحاله الاولى، وانا هنا بتكلم في حاله مهمه جدا جدا جدا. خلينا نشوف هنا سامي هلهل والرايه اللي طالعه بتقول تسلل. حاله من الحالات المهمه جدا جدا وبتبين دقه الحاله. تمام؟ شوف هنا اللاعب النادي المصري بجزء صغير قوي قوي، وده بنقول ايه؟ الراجل ده رابط كويس قوي قوي بايه؟ لحظه لمس الكره وموقف التسلل. قرار صحيح من سامي هلهل، انا طبعا بشيد بيه، ودي حاله من حالات التميز ليه سامي هلهل، القرار صحيح والتمركز والتركيز كان في اللعبه دي كان صحيح. الحاله بعد كده هنا مطالبه بركله جزاء، انا بقول لك دي من ضمن اختبارات المباراه كابتن ايمن. نشوف هنا الكره هنا بتيجي فين؟ لو قلنا الكره لما بتيجي في الكتف غير لما بتيجي في الايد مظبوط، هنا بتنزل تحتيك كابتن بلال، وهنا بتروح في مسافه بعيد. يا لو عملنا اللايف على طول، بلاش البطيء كده، لو جبنا اللايف هتلاقي الكره ديت بص بص راحت بعيد، وهنا بالتالي هنا الكره جت في الكتف
وهنا مفيش ركله جزاء ولاعيب النادي الاهلي يدي الاثنين ورا كابتن وليد كده مع وليد مضمومه بتبقى مضمومه مفيش حاجه ممتاز ممتاز يا كابتن بلال. وانا بقول ايه حتى كمل لو جت بالايد زي ما حضرتك قلت والايد في وضع طبيعي مش مكبره حجم الجسم هنا القرار كان قرار صحيح للبنا وكان قرار صحيح كونفيرم من حكم الفار. ده كان اول اختبار في داخل الصندوق. نروح الحاله اللي بعد كده. الحاله ديت انا عامل مقارنه بيها جدا مع الميكسوني هنا نشوف المخالفه. بنا هنا خد القرار الصحيح تمام يا بنا وانا بمشي معاك. نشوف هنا في المسك والمسك احنا قلنا في القانون المسك الصارخ هنا يجب ان اللاعب ياخد بطاقه صفر. اكيد انت جايب الثانيه كمان. اوكي اوكي انت جايب بس احنا قلنا الشيء بالشيء يسكت. طبعا يا كابتن شريف طبعا عاوز تقول يا كابتن شريف ها عاوز تقول ايه؟ في واحد زيها يعني لا تيبيكال خليك معايا بس دي واحده بالنسبه للميكسيوني ايوه كويس هي هي الراجل جابه بالعكس الشده هناك اقوى واوضح ده جابوا لمسه اكتاف وانا قلت كابتن ناصر هيجيب الاثنين دول يا ايمن قلت له هيجيب لك الاثنين دول. احلى شغل في التحكيم يا كابتن شريف احلى شغل في التحكيم حتى انا كنت محاضر تعمل مقارنه من لعب ولعبه كابتن بنفس الحكم ونفس التبعيه بتاعتها وتقول القرار كان ايه. هنا احنا اتفقنا هنا انذار صحيح يا بنا تمام الشد موجود والمخالفه موجوده وهنا سمير جمال عمل تعاون جيد جدا جدا واعتقد كمان ادى القرار او اتفق مع الحكم في اشاره البطاقه. نروح للحاله بقى الكابتن شريف عبد المنعم بيتكلم فيها خلاص نشوف ادي واحد العادة الزاوية اللي بعد كده شوف هنا كابتن أوضح بقى. كابتن عادل عبد الرحمن معايا الايد ثم العرقلة من تحت هي هي ثم النزول دي اقوى زي ما كابتن شريف كابتن عادل برافو دي اقوى كابتن ايمن صح هنا بقى البنا بص يا كابتن البنا هنا شوف من الخلف وفوق وتحت شوف العرقلة من تحت ومن فوق حاجة طبعا يعني هي اصعب من الحالة اللي فاتت واحنا بنقول هنا ايه توحيد القرار تاني مهم جدا 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 المخالفة عندما تكون مخالفة من نفس النوع ميكسوني هنا المخالفة ضده سبحان وكان الله. يجب اتفضل يا كابتن شريف بقول سبحان الله هي هي اللعبة بقى هنا اقوى فكان يجب يبقى هنا هنا لازم يعني دي لعبة لازم انت لما تروح راجعها هتلاقي هنا في بطاقة صفراء مفقودة للاعب نادي المصري. بيفكرني الحالة بعد كده راموس وصلاح راموس وصلاح الحالة ديت يمكن البنا خلى اللعبة تواصل رغم ان هنا كان في مخالفة كان لابد ان احتسابها ونشوف هنا اللاعب يوقف ونشوف هنا هذه الحاله من الحالات ايضا ان البنا كان يجب عليه ان هو ياخد باله. شوف هنا المخالفه موجوده اللاعب نادي المصري هو هنا خلاص اللاعب هنا ارجع تاني بس هو محمد اشرف عامل يا كابتن تاكلينج ولعب الكره ورجع الكوره نجح في لعب الكره في اهمال انا كلاعب مدافع او كلاعب محمد اشرف انا مش علاقه بس انت النهارده وانت جاي عندي رجليك رايحه مسحت شويه على الشراب وهنا زي ما بقول لي على الاقل يا بنا هنا في مخالفه لمحمد اشرف اللي ما يكون هناك ايضا كان ممكن تدي فيها الانذار هو ده تحت ممكن فرصه تدي لا مفيش تحت فرصه كابتن ده هو مش هلاقي وبعد كده وقف لم يكن يعني مفيش تحت فرصه دي فيها انذار يعني مفيش تحت كان المفروض يوقف ويدي انذار الحاله بعد كده نيجي هنا الحاله دي حاله مهمه جدا ونشوف ايضا هي نفس الحاله ومعيارها واحد وانا بحيي البنا فيها هنا نفس الحاله هنا بنشوف كابتن شريف هنا الكره بتصطدم بالكتف هي هي نفس الحاله النادي الاهلي ما حسبش وهنا ما حسبش وهنا قرار هنا وقرار هنا كان قرار صحيح للبنا. الحاله بعد كده شوف جريندو هنا شوف لاعب النادي المصري ونشوف هنا البنا كان بعيد سنه وتفاصيل اللعبه مش موجوده وهنا ادى ركله مرمى. تعال بقى نشوف بس علي راح على الكوره كابتن ما انا هقول لك اهو نشوف خد الكوره ستوب هنا قبل ما اي حاجه تحصل علي لطفي مظبوط عمل ايه؟ ده لمس الكوره مسكها كابتن ايمن ده مسك خلي بالك تعالى بس نمشي مسك وبعدين بعد ما مسك هنا هو استحوذ لا مصر النهارده كمل هو اللي كمل وبالتالي هنا بص هنا في زاويه ثانيه الزاويه الثالثه انا هجيب لك اللقطه اللي هي اللي ستوب بس هنا مسك حارس المرمى خلاص انا كحارس مرمى من حق العب وعندي فرصه اللعب وبالتالي رحت لسه رجلي ما راحتش في اي لاعب في اي رجل من لاعب النادي المصري نجع في لعب الكوره هنا انا جاي على علي لطفي حصل تصادم وهنا البنا ادى الكوره بعد كده جت في ركبه لاعب النادي المصري خرجت ركله مرمى حسب ركله مرمى هنا مفيش ركله جزاء اطلاقا
نتيجه نجاح لاعب نادي حارس مرمى النادي الاهلي علي لطفي في ان هو لعب الكره الاول، ودي حاله تميز للفار وحاله تميز للحكم. الحاله بعد كده، الحاله المهمه جدا جدا جدا، بقول سميره جمال انا لو انا مسؤول في الاتحاد الافريقي النهارده لابد انك انت تبقى مصنف في التحكيم الافريقي. يلا خلينا نتكلم في تسلل نمشي عادي. هرجع بس من اول هنا، تسمح لي بس هنا الموقف كده، كل لعيبه النادي المصري في موقف سليم في اللعبه الاولى، مفيش ولا لاعب في تسلل. نمشي ونروح لحظه لمس الكره من لاعب النادي المصري ونشوف احمد الشيخ بقى دلوقتي استوب. بعد ما اتلمست استوب. هنا لاعب النادي المصري هنا ايه اللي ورا، اخر واحد ورا هناك اهو ايوه كابتن بلال، اقرب الى خط مرمى النادي الاهلي مظبوط من اتنين هنا بس على لطفي اللي موجود. هنشوف هيعمل ايه يا كابتن. كره هنا راحت من لاعب النادي المصري للاعب اللي كان في موقف تسلل. خلاص نمشي اللعب. اللاعب في موقف تسلل هنا عمل اللاعب في موقف تسلل اللي احنا كنا بنحكي فيها قبل كده لما قلنا ان هدف النادي الاهلي لما اتلغى كان هدف صحيح. هنا تداخل فيه اللاعب وحصل ده لمسها كمان يا كابتن. هي بالظبط تميز سمير جمال، هدف ملغي وقرار صحيح من الحكم مساعد سمير جمال. الحاله بعد كده ركله جزاء، وهنا انا بس هقف شويه يا كابتن بنا، نقف بس شويه بعد اذنك. خلي بالك هو هنا ادى سيد انذار، انا ما عنديش مشكله، ما عنديش مشكله، ما اعرفش الكابتن سيد قال ايه ولكن انا ما عنديش مشكله. طيب عندي لعبه ركله جزاء وعندي بعد كده حاله الاعتراض. تعال نشوف حاله الاعتراض يا كابتن. ده الهدف اللي جه والمساعد لغاه. نشوف موقف اولا، لاحظ معايا كم لاعب دخل من خارج ميدان اللعب دخل الملعب. دخل كم لاعب اعترض على حكم المساعد؟ كم واحد من الجهاز الفني دخلوا اعترضوا على الحكم المساعد؟ انت متخيل كل الكم ده بنا؟ لا يعني المفروض بس المجموعه دي المفروض النهارده طبقا للقانون على الاقل الناس دي ما ترجعش كده، يعني لابد كان في بطاقه على الاقل بطاقه ده كله حد. بس بعمل مقارنه، سيد خد انذار، ربما خد انذار صحيح ما فيش مشكله بالنسبه لي، ولكن الدخول ده دخول من الجهاز الفني والاداري واللاعبين على اعتراض على الحكم المساعد، كان يجب على الاقل اشهار بطاقه صفراء لاي حد في الجهاز. نروح لركله الجزاء بقى ونشوف ركله جزاء مع حسام حسن. هنا الراجل هنا نجح في لعب الكوره وبالتالي هنا هي بص ستوب 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 هرجع تاني معلش سامحني ارجع هرجع تاني في حاجه مهمه جدا. ستوب نمشي كمان سنه نمشي كمان سنه ماشي البن هنا بيعمل ايه؟ وقف 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 نقف نقف هو بيشاور ان مفيش مخالف يلعب. ما ينفعش يا كابتن بنا وانت ما عندكش تفاصيل اللعبه وتقول مفيش مخالفه بايدك. خلي بالك فبلاش اشاره الايد، لان انت النهارده لما رجعت للفار حسبت المخالفه ركله جزاء. بلاش دي مفيش انت بتاكد لنا ان مفيش مخالفه؟ لا كان في مخالفه. فاصبر يعني شويه يعني يقول مثلا العب بس بلاش دي مفيش ايدي ان انا شايف ومفيش. لا دي بلاش يا بنا، انت حكم متميز، ولكن دي انا بقول لك عشان تطور من ادائك. هو هنا قال مفيش ايوه لكن في مظبوط في لطشه من الرجل الشمال من لاعب نادي المصري كريم العراقي. يلا خلينا نروح نشوف الفار هنا لما جاب الكابتن بنا. نشوف هنا حسام حسن بينجح في لعب الكره خلاص وبيأدي، وهنا ده الخطا باهمال. شوف بس ستوب هنا راجل برجله الشمال، مش علاقه انا بقى انت بتجري او انت بتلعب او انت، انا شايف هنا في ركل بالرجل بالقدم الشمال من لاعب نادي كريم العراقي في رجل حسام حسن، وبالتالي ركله جزاء صحيحه 100%. وكان ممكن كمان تدي انذار لكريم العراقي. دي يمكن دي كانت اخر حاله معنا، ولكن بنقول بشكل عام كابتن بلال بقى النهارده وطاقم التحكيم ادوا مباراه كبيره، نجحوا في اختبارات كثيره جدا جدا يا كابتن، الاختبارات المهمه، اخطائهم تكاد تكون اداريه وليست فنيه، اداريه بمعنى الجهاز الفني لما دخل كان يجب على الاقل اشهار البطاقه. نتمنى التحكيم المصري يكون كويس من خلال قناه الاهلي، احنا مع حكامنا كابتن ايمن ومع اي حد يطور التحكيم، مش مع حد. في رئيس لجنه جديد كده كابتن وفي رئيس لجنه جديد يعني كلاتنبرج راجل النهارده يعني حط ايديه على المشاكل مظبوط تمام. نتمنى الناس تساعده خلاص، هو بقى امر واقع خلاص، ما حدش هيقدر يقول لا صحيح. بقى امر واقع، خلوا الراجل يشتغل نساعده. احنا هنا من خلال قناه الاهلي بنقول اشتغل
واحنا الحكام في حكام عندها قدره ان هي تقود، ولكن الناحيه النفسيه بس كابتن عادل ترجع لهم بالتوفيق للتحكيم المصري وبالتوفيق للخبير الاجنبي في الفتره القادمه. شكرا جزيلا كابتن نصر، امتعتنا كالعاده. شكرا كابتن ايمن، شكرا. بنتهي الفقره التحكيميه اعزائي المشاهدين، بنصل لنهايه الاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي والمصري البورسعيدي في الاسبوع رقم 30 للدوري العام المصري لكره القدم، والتي انتهت بفوز النادي الاهلي 2-0 عن جداره واستحقاق. الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره العريضه، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي الفتره القادمه. حابب اشكر نجوم كبار اللي شرفوني النهارده وامتعوني، كابتن شريف عبد النعم، شكرا يا كابتن امتعتني. كابتن ايمن مبروك وعقباله الاربع مباريات اللي جايين ان شاء الله، ودينا منتظرين. ان شاء الله خير باذن الله رب. كابتن عبد الرحمن شكرا يا كابتن امتعتني. مبروك مبروك كابتن، وانا بطمن الكابتن ناصر ان التحكيم هيبقى كويس قوي الايام الجايه دي، وانا هو عارف ليه وانا عارف ليه. وانا عارف ليه. شكرا كابتن اسامه، امتعتنا يا كابتن. شكرا والف مبروك، وعايزين اللعيبه تستمر في روح المكسب دي بغض النظر عن اي حاجه، لانه النادي الاهلي متعود، جماهيره متعوده، حتى لو بنلعب ماتش ودي عايز المكسب. صحيح. يعني على الاقل بس يحسسوا الناس ان مفيش تقصير وبيبذلوا اقصى جهد ان شاء الله. يعني كابتن احمد دلال شكرا يا كابتن. شكرا لكم وبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وورقه حياتي.